بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل النهاردة على مجموعة أطباق بورسلين أبيض، ومجهزة مجموعة صور أزرق في أبيض بحيث أنه يبقى مجموعة على بعضها تتعلق على الحيطة أو تتحط على ستاند على في كورنر على ترابيزة كبيرة، هتدي شكل حلو قوي. أنا عندي مجموعة، ادي اول طبق قصيت، هو كله انا مصوره على A4، ورق A4 طباعه ليزر، اوكي، وقصقصت الصور ومجهزاها. ادي اول شكل، ادي دوت عندي طبق كان باقي من حاجه عليه خط ازرق بالصدفه، فلقيته هيبقى حلو قوي مع المجموعه، رحت واخداه بحيث ان انا اضيفه مع المجموعة. ادي واحد مدور بخط ازرق على الحرف، وده طبق ابيض زي ما انتم شايفين، وادي الصورة برضو مجهزاها ومصورة مطبعها وقصاها. كل ده انا مجهزاه بره التصوير، لان طبعا زي ما انتم عارفين القص بياخد وقت طويل جدا عشان اظبط القص معايا. وطبعا ده شكل دائري برضو عجبني معاهم، هحطه يبقى يكسر شوية من توزيع الورد، هيبقى ده معاهم تمام على طبق ابيض عادي خالص مفيهوش اي حاجة اهو. والاطباق دي موجودة في محلات، في اي سوبر ماركت، قصدي اللي هي سوبر ماركت الكبيرة في قسم مستلزمات المطبخ، موجودة البورسلين ده تمام. المهم بقى دلوقتي انا هعمل ايه، وعندي كمان الشكل البيضاوي ده هشتغل عليه برضو، هشتغل عليه الصورة الكبيرة دي. عايزة بس اقول لكم عشان في انا حد سألني على قص الورق، بصراحة هو قص الورق مهم جدا جدا جدا، ويمكن اهم نقطة في الشغل، علشان الورقة لما مقصوصة حلو الفينش بتاع الشغل بيبقى حلو تمام. فانا باجي اقص ازاي، بقص على حرف، ان في حد فعلا سألني، لاني انا العادي بتاعي انا بقص بجهز القص واجي اشتغل قدامكم على طول، ما بقصش، لاني في بدايتي في البدايات الفيديوهات القديمة كنت بعلمكم ازاي القص، لكن في مستجدين للقناة ما بيبقوش شايفين الفيديوهات القديمة. فانا باجي على حرف لازم مقص صغير زي ما انتم شايفين كده، ومقص ضوافر كمان ارفع من ده كمان ممكن ينفع. المقص الكبير ده بيبقى صعب شوية، المقص الكبير ده انا اشتغل بيه ايه، امشي بيه على المسافات اللي هي كبيرة، اللي هو مثلا ايه، ان انا اشيل الفراغ الابيض زي ما انتم شايفين كده، الحدود بتاعت الصورة ممكن قوي الكبير انا اشتغل بيه بالمنظر ده، يسهل لي شوية قص الصور، اوكي اهو تمام. يبقى انا بالكبير ممكن اشيل الفراغ الابيض، اوكي ده نقطة. النقطة التانية بقى، امسك المقص الصغير ابتدي من عند حرف الصورة، شايفين هنا، شايفين هنا الابيض في ملي من الازرق، ليه بقى؟ هو مش شرط بس هو جه معايا بالصدفة، علشان انا لما اقص ما يبقاش باين لي ورق ابيض المنظر ده كده، يعني مثلا ما اجيش جنب الصورة واقص كده، ما اجيش انا جنب الصورة كده واسيب ابيض. انا لما باجي ادي مثلا في الكورسات عندي بلاقيهم بيقصوا بالمنظر ده، اصل انا مش بعرف اقص. لا، لازم تتعلمي القص، طالما عايزه تشتغلي ديكوباج يبقى لازم تقصي حلو وتقصي صح. كده غلط، كده ان هو يبين الابيض ده غلط، الصح ان انا اشيله تمام من المنظر ده كده، اوكي.
طبعا انا مش هخلص الصورة كلها لاني كده هخلص الفيديو في القص. تمام اهي شايفين كده ظبطت معايا ازاي، ادت شكل حلو ازاي. ده الصح، الغلط ان انا ابقى سايبه ابيض. ممكن هنا مثلا عندي الحاجات الرفيعه دي صعب عليا ان انا اقصها. اوكي انا سبتها عشان اوريها لكم، صعب عليا ان انا اقصها. ممكن قوي لما اجي الزق ما تبانش في، لاني ابيض مع ابيض ممكن ما تبانش، لكن لو ملونه هتبان. هضطر ان انا اشيلها ازاي؟ في الحاله دي انا ممكن اشيل خالص، يعني مثلا دي انا ممكن اشيلها خالص، اشيلها خالص من الصوره لو مضايقاني ومش عارفه اقصها حلو. اهي ممكن اشيلها خالص من الصوره، مش هتاثر قوي معايا. هي مش هتبان قوي معايا في العمل علشان انا الخلفيه بتاعتي بيضه وهي بيضه، مش هتبان قوي. شايفين الحاجات الرفيعه دي بتتشال ازاي؟ انا سايباها عشان ابين لكم الشغل. اجي على الرفيع ده، ممكن قوي اعمله كده. طبعا الشريط رفيع قوي فانا اسيب فراغ بسيط منه علشان ما يقطعليش الورقه ومش هعرف الزقها. اهي تبقى بالمنظر ده كده. وما سيبش الورق خط مستقيم. انا ممكن لو عملت كده هيبقى ماشي حالي. ما سيبش الورق بتاعي خط مستقيم، يديني شكل مش حلو. اخليه بدوران كده مش هيبان. شايفين فهمتوا قصدي ايه؟ اتمنى يا رب الشرح ده يكون واضح ليكم. اهو فرق جامد في الشكل، فرق جامد قوي. اهو تمام شايفين كده، من كده الفرق باين صح. ده كله هيتعمل بالمنظر ده وبعدين ألزق. انا هاجي هنا اللوحة كبيرة، الطبق كبير واللوحة نوعا ما واخدة التلت تقريبا، فانا هعمل ان انا هحاول ان انا اخليها في التلت اللي فوق، وهعمل التلت ده كراكليه يمشي مع، يمشي لي يعني يعمل لي شكل مختلف مع الصور اهي كده، وهيبان لي الجزء ده كده. هحاول ان انا اعمل التلت ده بالكراكليه بحيث ان انا الزق الصوره دي ويبقى تحتيها كراكليه، هيبقى شكله ظريف عشان المساحه واسعه. ما اخليش مثلا ايه، ما انا ممكن قوي احطها في النص كده واسيب المساحه دي فاضيه، بس انا قصدي اعملها كده. ليه بقى؟ في هنا عيب في الطبق عايزه اداريه، فهداريه بالصوره واعمل هنا الكراكليه، وممكن احط فرعين صغننين اللي هما الفرعين الصغيرين دول، هيبان اثناء الشغل. فانا هضطر ان انا الزق، اعمل هنا ازرق، هجهز اللون الازرق بتاعي اهو بالجي ال سي، ارجها حلوه قوي. احط شويه كده، احط عليها ورنيش حطيت ازرق مع الورنيش، هبتدي الون على الطبق بالازرق. كده عملت الازرق بالسفنجة، هاجي على الطبق ده حرفه كده برضو هعمل
السفنجة وهي مبلولة كده هدق على حرف، هيديني برضو شكل ظريف لما ينشف. اهو شايفين دقة خفيفة قوي وهي دخلت في الشقوق بتاع الطبق، ادت شكل ظريف قوي. ممكن لما ينشف اروح دقة تانية يتقل معايا الخط اللي انا عملته. تمام، هيدي شكل حلو قوي مع المجموع اهو. اوكي، اسيب ده ينشف براحته وده ينشف براحته. وهنا طبعا لما هينشف هعمل انا عجبتني اللعبة دي، شكلها عجبني، انا ما كانتش في الخطة. تمام، ادت شكل ظريف. شايفين بس خلاص كده، مش هعمل حاجة تاني. وده هيتلزق الصورة، بس لازم اغسل ايدي طبعا. الصورة كده في النص هتبقى حلوة قوي. شايفين هذا هينشف، بعد ما ينشف هدي طبقه غيره زي ما احنا متعودين، وارجع لكم اكون لزقت الطباق اللي هي مش محتاجه شغل في الاطباق. هنا دهنته ازرق بس نشف، وحطيت الغيره، همسح الغيره على الطبق كله بالشكل ده. انا بستعمل غيره ده عشان شفافيته عاليه وحلو، بيشقق لما بيشقق يعني ما بيعمليش طبقه عازله بينه وبين اللون. لكن الاوكي اللي عندنا في مصر بيعمل طبقه بيضه، ما بيبينيش دايما في اماكن كتير اللون اللي انا دهناه من تحت. هنا كده هدهن البلاست الغيره وهسيبه يشمع، وبعدين امسح عليه لون ابيض اللي هو لون الابيض العام بقى اللي معايا في الشغل كله. يا دوبك يشمع وابتدي احط اللون. اوكي، طبعا انا عملته قبل كده كذا مره، فبس يشمع واعمل الكراكلي واسيبه يشقق، وبعدين والزق الصوره في المكان اللي قلت لكم عليه من فوق كده اهي. هتبقى كده، هتبقى هنا كده، والباقي يبان الغير اللي هو الكراكلي يعني. اوكي، هسيبه يشمع بقى وايه، ونرجع مع بعض. على بال ده ما يشمع انا ممكن اوريكو الاطباق بعد ما لزقت. ادي اول طبق اتلزق، وادي تاني طبق، ادي الطبق وادي طبق. شايفين المجموعة تبقى حلوة قوي ان شاء الله مع بعض.
اما تخلص كلها ارصها وافرجكم الشغل كله على بعضه. ده بقى الشمع، وبعدين اعمل الكراكلي بتاعه باللون الابيض ونرجع ونلزق الصورة ونرجع. نيجي بقى لاخر خطوة، والخطوة المهمة قوي الكتير بيسألوا عليها، وانا عملتها قبل كده في فيديو بس برضو بعيدها تاني. ازاي نعلق الطبق؟ هي على ظهره، طبعا بعد ما نمسح ونخلص وننظف كله. عندي العلاقة دي الكبيرة وعندي العلاقة دي الصغيرة. دي بتيجي من عند اي محل بتاع حدايد وبويات، اوكي. وفي العجينة السحرية، العجينة السحرية دي بتتجاب من عند الموان، اسمها عجينة السباك، اوكي. في منها ابيض وفي منها اسود، انا جبت الابيض، تمام، لا سودا وقلبها ابيض. المهم في اسود وابيض، اوكي. ناخد قطعة منها اهي ونعجنها. هي عاملة زي عجينة السيراميك شوية، زي اللبانة، كمان لبانة خالص في ايدي، اوكي. هاجي نص المكان بالظبط في النص، هلزق قطعة اهي، تمام. احط دي كده، هضغطها فيها، يعني فيها سمك هي، فبضغط العجين المعدن جوه العجينة، وبالتالي اقفل عليها كمان. حاول بس اخلي شكلها كويس، واسيبها تنشف يوم، اوكي، تنشف كويس قوي. كده اهي، ودي سايبه بتتحرك اهي، اوكي. دي كده اسيبها تنشف خالص، لان انا طبعا لو حركتها دلوقتي هتفك. اسيبها براحتها يوم يومين، لان هي ارتفاع فممكن تاخد وقت في النشافين. في حاجه تانية برضو وكنت قلتها قبل كده، ان انا امشي بالدبار حوالين الطبق بالشكل ده، ألزقه بغيره او ألزقه بسيليكون او ألزقه بشمع، بأي حاجة. المهم ايه؟ يبقى حاجة قوية، وبرضه محركوش لحد ما ينشف خالص. يبقى يا اما الطريقة دي يا اما الطريقة دي. دي طريقتين متوفرة، يعني سهل ان هما يكونوا متوفرين عندنا، غير المعدن اللي بيتلف من ورا اللي بيتباع في المحلات الكبيرة بتاعت البراويس اهي، تمام. ده هلزقه بسيليكون او هلزقه بغيره او هلزقه بشمع، بحيث ان هو يبقى ماسك برضو على الطبق. بس انا استكفيت بيتي، هعمل بقية الاطباق بنفس الطريقة، بحيث ان هي لما نلزقها الصغيرين هعمل بالصغير، ودي عشان كبيرة فعملت
ده كبير شوية تقيل شوية. اوكي هسيبه يوم ينشف لحد ما اظبط الموضوع بقى بحيث ان هو يتعلق على الحيطة بمسامير مختلفة، بمقاسات مختلفة، بأشكال مختلفة، بورب حسب الرغبة وفي توزيع المجموعة بتاعتنا على الحائط. هظبط الدنيا. أنا كده خلصت تقريبا، أهو عملته كده، عملته بالعرض بحيث إن هو يبقى ممكن قوي أعمله كمان، أعمله علية بالطول بحيث إن هو ممكن يتعلق بالطول وممكن يتعلق بالعرض، بس أنا شكله بالعرض عجبني أكتر. يبقى ادي هو اللمعة دي طبعا من الورنيش اللي انا دهنته، فلازم اسيب الطبق بظهره كده لحد ما ده ينشف خالص. اوكي اخلص وافرشهم بشكل حلو واوريكم اخر شكل ليهم. انا كده بنضف الطبق من ورا من الالوان اللي جت عليه، بتتمسح بسهولة جدا. تمام يبقى احنا كده خلصنا فيديو النهارده، باقي بس ان انا افرشهم مع بعض، هرصهم بشكل حلو عشان النتيجه النهائيه تبان معانا، عشان تقولوا لي رايكم بشكل ايه النهائي دي. اوكي وده طبعا هيفضل كده لحد ما ينشف. كده خلصت، وكده ممكن يكونوا متعلقين بالمنظر ده على الحيطة، بس طبعا انا مش حطاهم على حيطة، انا حطاهم على مفرش عشان مش جاهز لهم حيطة. وده الشكل النهائي لفكرة النهاردة، ويا رب تعجبكم، والى اللقاء في عمل جديد وفكرة جديدة بإذن الله. باي باي.